لا زال الحديث موصولا بنا في صورة سيدنا يوسف. ومع قصة سيدنا يوسف تعالوا بنا نقرأ الآيات الكريمات البينات. يقول مولانا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. حكاية عن سيدنا يوسف: قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم. هذه الآيات البينات المباركات تكملة للآيات التي قبلها، من أول: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها، وبينت ذلك في اللقاء الماضي، والمعنى ولقد همت به، وتقف: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، هذا المعنى. وقلت لحضراتكم: همت به هم إقبال، وهم منها هم إدبار. هي تقبل وهو يدبر، هي تقترب وهو يبتعد. والفيا سيدها لدى الباب. وقفنا عند هذه الآية: واستبق الباب، تسابق جهة الباب، هو يريد أن يخرج وهي تريد أن تلحق به. واستبق الباب، وقدت قميصه من دبر، أمسكت بقميص سيدنا يوسف من الخلف. وألفيا سيدها لدى الباب، كان العزيز واقف عند الباب. قالت: هي بادرته القول قبل أن يتكلم العزيز وقبل أن يتكلم سيدنا يوسف، فبتقول له بقى: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أنا عايز حضراتكم تاخدوا بالكم معانا إن قصة سيدنا يوسف مع امرأة العزيز فيها خمس مشاهد: مشهد ثنائي، ومشهد ثلاثي، ومشهد رباعي، ومشهد جماعي. ازاي الكلام ده؟ امرأة العزيز مع سيدنا يوسف هما الاثنين لما غلقت الأبواب، ده مشهد ثنائي. وبعدين لما ألفيا سيدها لدى الباب، مشهد ثلاثي، هي وسيدنا يوسف والعزيز. وبعدين لما جيء بالشاهد ليشهد وهو من أهلها، مشهد رباعي، امرأة العزيز وسيدنا يوسف والعزيز والشاهد. ثم انتقل الأمر لمشهد جماعي، وانتشر الخبر في البلد وفي المدينة، قال: نسوة في المدينة.